اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، نرسل فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في اهم العناوين. نشر في العرب اللندنية عزل مسؤولين من مفوضية الانتخابات العراقية لثبات الفساد عليهم. وفي المدى جاء تحت عنوان الفتح وجناحات دعوة يتوصلون إلى تفاهمات متقدمة لتشكيل الحكومة. جاء في الزمان وفد كردي في بغداد لإعادة فتح طريق كركوك أربيل. ونطالع في القدس العربية الدفاع الروسية تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم في سوريا. وجاء في الحياة تعزيزات ضخمة للجيش اليمني والتحالف لاستئناف عملية تحرير الحديدة ومينائها. ونتصفح وإياكم في الشرق الأوسط، عباس، موقفنا من المصالحة معروف وسننقله إلى مصر. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العربي الجديد، الأردن يدرس دعوة أمريكية للانضمام إلى ناتو عربي لمواجهة إيران. أهلا بكم. تبدو انتفاضة جنوب العراق تجربة شعبية سياسية فريدة، فهي حراك شعبي مباشر، عنوانها المياه والكهرباء والبطالة، لكنه سرعان ما طرح أعقد القضايا السياسية وحددت موقفا منها يتأسس عليه ما يجري في العراق مستقبلا. طلعت رميح يقول في موقع الهيانات إن أسرع من فهم أبعاد الانتفاضة منذ الوهلة الأولى كانت الميليشيات الإيرانية، والآن وبعد كل ما جرى وإزاء توفر الدلائل على أن الانتفاضة أشعلت نارا لن تنطفئ، لا شك أن تلك الميليشيات أو بالدقة إيران في حالة تفكير استراتيجي ليس فقط لمواجهة التغييرات التي أحدثت الانتفاضة، بل لمواجهة التداعيات الاستراتيجية لهذه الزلازل الحاصلة. كانت الميليشيات وإيران أسرع من أدرك عظم ما يجري فور اندلاع الانتفاضة، وفيما كانت المظاهرات تدق أبواب أو أبخار ومقار الميليشيات الإيرانية، كان البعض يتحدث عن وقوف إيران خلف الانتفاضة، ومن وجد الأمر صعب التصديق خاصة بعدما أشعلت النيران في كثير من مقار الميليشيات الإيرانية وتكرر هتاف الحناجر بخروج إيران من العراق. فقد تحدث بعض آخر عن طرف الاحتلال الأمريكي وقال إنها انتفاضة تقف خلفها الولايات المتحدة، وكأن أهل العراق بثوراتهم وحضاراتهم أن يصنعوا انتفاضة شعبية تلبية لأوامر محتليهم. وترجع حالة تفرد انتفاضة جنوب العراق إلى أن أهل الجنوب اختصوا أنفسهم بإشعالها لإزالة وإنهاء ما ادعته وروجته كل الميليشيات الإيرانية من تمثيلها ودفاعها عن مصالح شيعة العراق، وأنها أعادت طرح قضية الاحتلال من أوسع وأعمق الأبواب برفع شعارات طرد إيران من العراق، وكأن أهل الجنوب يقولون لإخوتهم في باقي أنحاء العراق تلك مهمتنا وها نحن قيد إنجازها، وإنها انتفاضة إفشال محاولات تعويم العملية السياسية، إذ هي إعلان بأن الانتخابات لم تقاطع فقط، بل إن الشعب في مواجهة مع نتائجها التي زورت إرادة الشعب العراقي. الكاتب يرى أن هذه الانتفاضة قد فتحت الطريق لانتفاضة شاملة تعم كل أرجاء العراق، وإن المحتلين الأمريكي والإيراني في وضع مرتبك شامل، وهم لا شك يعملون الآن لوأد الانتفاضة ويخططون لمنع تطور خطها الاستراتيجي لتصبح انتفاضة عراقية شاملة. هنا يمكن القول إن ما يحدث من مظاهرات في جنوب العراق ووسطه في أيامنا هذه هو استمرار لحراك احتجاجي رافض من جماعات واسعة من العراقيين وخصوصا الشباب على
سياسات الحكومة وحكومات المحاصصة الطائفية وعلى الأحزاب والميليشيات التي اعتاشت على الوتر المذهبي وعلى الفساد الواسع والتمييز الاجتماعي والبطالة المقيمة. عمر كوش يرى في صحيفة العربي الجديد أن الحراك الاحتجاجية في العراق يعبر عن مدى انحطاط نموذج المحاصصة المذهبية والطائفية ورفض ما جاء به الاحتلال الأمريكي البغيض منذ عام 2003 أفضى إلى هيمنة نظام الملال الإيراني على مقدرات العراق. تجدد الحراك الاحتجاجي يعبر عن مدى احتقان كتلة شعبية هائلة، كتلة لم تجد أي تغيير سياسي مقنع لها يمكنه أن يفتح لها في الفضاء أفقاً ويمنح مشاركتها في الحياة العامة معناً وتأثيراً. قيل إنها أعمال شغب وعنف يقوم بها مندسون، وجرى اتهام شباب الحراك بأنهم ممولون من دول عربية مجاورة ومن الصهاينة، ويعبر ذلك كله عن انسداد أفق نظام المحاصصة العراقي المهيمن عليه إيرانياً وأمريكياً، وعن التهميش اللامحدود، وعن الإمعان في إقصاء فئات شعبية واسعة وإبعادها إلى مرتع الأزمات والخيبات، وعن الفصل والتمزيق داخل البلد، الأمر الذي يزيد ويعمق من الصدوع والتخوم القائمة على التشرذم في العراق المقسم مذهبياً وإثنياً. إذا أمعنا النظر في شعارات المحتجين ومطالبهم نجدها تتوزع على مستويين رئيسيين، مطلبي خدماتي واجتماعي وسياسي، يرفض منظومة الحكم والأحزاب الطائفية والميليشيات جميعاً. فعلى المستوى السياسي نجد شعارات يتداخل فيها السياسي مع الديني المتمثل بالمرجعيات ورجال الدين، حيث رفع المحتجون شعارات مثل لا فتى إلا علي، ما نريد حاكم حرامي، وعمامة وبخور ومسبحة، مبروك تحول تاجر غني. الكاتب يقول إنه إذا كانت أحزاب الإسلام السياسي في شقها الشيعي وربما أيضا السني قد نجحت في بدايتها في تعبئة بسطاء وفقراء عراقيين وشحنهم بشعارات دينية وطائفية كي تغطي بها أجنداتها وفسادها وتلهيهم من خلالها عن قضاياهم، إلا أن جموع المحتجين العراقيين أثبتوا أنهم ليسوا على هذه الدرجة من الاستلاب حتى يسلموا مقدراتهم للأحزاب الطائفية الدينية ويلحقوا يلحقون بها كي تدفعهم نحو الهاوية. سفير إيران النظام الإيراني سفيرها انتقد في العراق بعض الأحزاب لركوبها موجة تظاهرات من أجل مكاسب سياسية، ويعزو الغضب الجماهيري إلى ضعف الأداء الحكومي. حامد الجيلاني يقول في صحيفة العربي اللندني أن هذه التصريحات تتزامن مع تكالب عملاء طهران على استغلال تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات على علاتها لصالح من ترشحهم ولاية الفقيه لقيادة المرحلة المقبلة، مرحلة مطلوب منها أن تكون منحازة طبعا لما يخطط له من تولي أذرع الحرس الثوري الإيراني زمام السلطة لقطف ثمار سنوات من اللعب على حبال الديمقراطية. تتصاعد العطاءات السياسية والإعلامية على الدور الإيراني في إصلاح النظام الفاسد والفاشل في ظل تراجع الدور الأمريكي وتسليمه مصائب احتلاله بذمة حفنة من السياسيين تعرفهم واشنطن جيداً وتدرك خصالهم ومزاياهم وأهداف أحزابهم المتعطشة للثروة والجاه والانتقام الطائفي من عموم العراقيين الذين توحدوا في الدفاع عن مصير مجتمعاتهم عندما قتلوا على حدود بلادهم في حرب الثمانينات. تظاهرات أو ثورة أهلنا في الجنوب انتفضت على النص الدستوري الذي شرعنا لمفهوم المكونات وصنع أول طبوقة في جدار الفصل العنصري المتعدد بين العراقيين والذي ساهم في ترحيل قرابة مليون مواطن إلى المقابر. أثريات القتل تتواصل بتوزيع هباتها على العراقيين، فالكل تحت مرمى النيران من موظفين ومعلمين وأطباء ومهندسين أو ناشطين. تختلف الأسباب، لكن الأصل يكمن في تخريب النفوس والذمم وعدم احترام الحياة، وما استنفار الميليشيات لقمع التظاهرات والاستعانة بقوات مكافحة الشغب إلا مظاهر خوف وطوارئ قصوى عند النظام وأتباع المحتل لشعورهم بضياع وتلاشي وانسحاق الخط الأحمر لأوهامهم وأمراضهم الطائفية تحت أقدام المتظاهرين.
وبحسب الكاتب فإن لعبة التهديد الطائفي تظل هي الأخطر. لذلك لجأت الأحزاب إلى الإشارة إلى قصدية قطع الكهرباء عن مدن الجنوب وبالذات المدن الدينية لغايات الانتقام الطائفي المقابل في اتهام صريح لوزير الكهرباء، إضافة إلى توفير كل المبررات للقيام برد فعل ضد المتظاهرين بحجة انحراف الاحتجاجات عن مساراتها المطالبة بالخدمات. تبدو كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كأن الولايات المتحدة قد حسمت أمرها تجاه إيران، كلمة قوية وصف فيها بومبيو النظام الإيراني بأنه عصابة مافيا وليس نظاما يحكم دولة. سوسن الشاعر تتساءل في صحيفة الشرق الأوسط، هل ما زلنا في انتظار الحسم في المواجهة الأمريكية الإيرانية؟ موقف إيران يؤكد حقيقة واحدة، أن التعامل مع إيران إن لم يكن مسؤولية جماعية، أي مسؤولية المجتمع الدولي برمته، وإن لم يكن ضمن استراتيجية شاملة تردعها في اليمن كما تردعها في سوريا أو في أي موقع آخر، فإن هتلر جديد سيغرق المنطقة كلها بحرب شاملة، لن تهدد وصول النفط فحسب، بل ستهدد الأمن الملاحي وتهدد قواعد أمريكية موجودة في المنطقة وتهدد أوروبا. عجز روسيا عن إجبار إيران عن الخروج من سوريا وتردد أوروبا في تحديد موقفها من الإرهاب الإيراني ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التمدد وإعادة التموضع لوكلاء إيران في المنطقة. لقد ترك هذا النظام المتوحش لينمو ويكبر حتى التهم جميع المواقع التي وصل إليها بمساعدة أمريكية وتحت سمعها وبصرها وبتواطؤ أقر واعترف به الكثير من مسؤولي الإدارة الأمريكية السابقة. واليوم إن أرادت الولايات المتحدة أن توقف هذا الخطر عليها أن تستمع إلى قادتها العسكريين الذين يبدو أنهم الوحيدون الذين يعرفون ما الذي تخطط له إيران وحجم خطرها، فلا يمكن تجزئة التعاطي معها وهم الوحيدون الذين يعرفون أن روسيا لن تستطيع كبح جناح إيران. الكاتبة ترى أن تذبذب القرار الأمريكي وتردد أوروبا وترك الروس أو الثقة المطلقة بهم دون أي قوة تفاوضية قرار في رأيي خاطئ. حسب الكاتب فإيران تلعب في المنطقة الرمادية بين أمريكا وروسيا والتردد الأوروبي، حتى أصبح هذا التذبذب الدولي تجاه إيران عنصرا من عناصر القوة الإيرانية ويمنحها الفرصة للتوسع. وكل ذلك والإدارة الأمريكية تصعد خطابيا فحسب، وما زلنا في انتظار الحسم. من يتابع سلوك نتنياهو وترامب منذ أن دخل الأخير البيت الأبيض رئيسا يدرك جيدا أنه إزاء رجلين يتصرفان بمثل فيل في محل الخزف كما يقول المثل الشهير وكما يصف الكاتب. وحين يتأمل المراقب في هذه الظاهرة سيجد لكل من الرجلين أسبابه التي تدفعه نحو مزيد من الهستيريا والجنون والتطرف. هذا ما أشار إليه ياسر الزعاتري بمقاله بصحيفة العرب القطرية. في حالة نتنياهو هناك عاملان أساسيان، الأول يتمثل في شعوره بأنه كلما صعد من وقاحته وفجوره السياسي في مواجهة أعداء الكيان فإنه يحصل على مزيد من الشعبية. أما الجانب الآخر فيتمثل في شعوره بأن الأجواء الإقليمية تسمح له بفرض الحل الذي يريد في السياق الفلسطيني. أما ترامب فله حكايته، فهذا التطرف في دعم الكيان الصهيوني له أسباب بالغة الأهمية، إذ أنه مطلب لليمين المسيحي الذي يعتبر دعم الكيان الصهيوني مسألة دينية. أما الذي لا يقل أهمية فيتمثل في شعوره بأن دعم الكيان الصهيوني يجعل اللوبي الصهيوني في صفه أو محايداً على أقل تقدير. ما لا يلاحظه كلا الرجلين هو أن سلوكهما إنما يعزز عزلة بلديهما عن السياق الدولي، وهو قد يكون مكلفاً بالنسبة للولايات المتحدة في ظل استمرار الصعود الروسي والصيني واستفادتهما من صراعات ترامب مع الشركاء الأوروبيين. أما الذي لا يلاحظه نتنياهو فهو أن تاريخ هذه الأمة لا يشير إلى إمكانية خضوعها على النحو الذي يأمله، حيث تقبل تسوية تستبعد القدس واللاجئين ومعهما السيادة وجزءاً كبيراً من الأراضي المحتلة عام 1967.
والخلاصة بحسب الكاتب أن نازع رجلين يتخبطان ويبالغان في مغامراتهما وطموحاتهما ولن يجنيا غير الفشل. فلترامب سيوقف تراجع أمريكا على الصعيد الدولي، والآن نتنياهو سيحقق ما عجز عنه أسلافه بتصفية القضية الفلسطينية وفتح المجال العربي والإقليمي لأحلامه في النفوذ والهيمنة. قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل انتهت من صياغة استراتيجية لتشكيل تحالف دولي جديد يهدف للتصدي عالميا للتوجهات القومية الانعزالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أضافت المجلة استنادا لمصادرها بالخارجية الألمانية أن هذا التحالف سيركز على التعاون الوثيق بين أعضائه في السياسة الخارجية والتجارة الحرة والبيئة. المجلة نقلت عن وزير الخارجية هايكو ماس قوله إن هناك حاجة لتحالف دولي لدعم القواعد والهياكل القائمة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي يرفضها ترامب. ووفق رؤية ماس، تتبنى برلين من خلال استراتيجيتها الجديدة تشكيل شبكة من الدول ذات توجهات ليبرالية المؤيدة للتعقل والالتزام بقواعد اللعب المتعارف عليها في المشهد السياسي العالمي. وبالإضافة إلى ألمانيا، يضم التحالف الجديد اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا والأرجنتين، كما يضم المكسيك وكندا. وأفادت المجلة أن ماس الذي حصل على دعم رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي سيسعى أيضاً لنيل تأييد سول ودعم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فيرلاند. وأضافت المجلة أن قسم التخطيط السياسي بالخارجية عاكف منذ أشهر على وضع المحددات العامة للاستراتيجية الجديدة للتصدي لسياسات ترامب بناء على توجيه وزير الخارجية السابق زيغمار جابرييل، وعيد انتخاب ترامب بإعادة توصيف علاقة برلين مع واشنطن. وأشارت المجلة إلى أنه جرى تعديل وتنقيح لهذه الاستراتيجية مع كل تغريدة لترامب حول السياسة الخارجية لإدارته، خاصة فيما يتعلق بألمانيا وأوروبا. المجلة ترى أن عمل التحالف الجديد للتعامل مع ترامب لن يكون سهلاً إطلاقاً مع التضارب الموجود أحياناً في الاهتمامات التجارية بين برلين وباريس، ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأسيس مبادرة للتدخل العسكري الدولي تشارك فيها دول من خارج الاتحاد الأوروبي. وخلصت المجلة في تقريرها إلى أن تفعيل ألمانيا استراتيجيتها الجديدة لمواجهة سياسات الرئيس الأمريكي تتطلب توافق مع باريس. بعيداً من كل البعد عن السياسة، في خبر غريب من نوعه، رصدت أكبر عصابة لتهريب المخدرات في كولومبيا جائزة مالية قدرها 70,000 دولار لقتل كلبة توصلت بحاسة الشم القوية لديها إلى موقع 10 أطنان من مخدر الكوكايين لتتمكن الشرطة من مصادرتها، ما عرض العصابة المعروفة باسم أورا بانوس لضربة قاسية. وأقل موقع إلاف الإلكتروني أن العصابة التي تضم أخطر المجرمين في البلاد أعلنت عن مكافأة مالية لأي شخص يقتل الكلب التي تدعى سومبرا، وهي من فصيل جيرمان شيبارد. وبحسب تقارير المركز الإعلامي للشرطة، انتقلت سومبرا إلى المطار الدولي في مدينة بوغوتا عاصمة البلاد، وهو المكان الذي يعتبر أكثر أمناً مقارنة بأي موقع آخر. ويعد المبلغ الكبير الذي رصدته العصابة للتخلص من سومبرا مؤشراً على حجم الخسارة الفادحة التي تسببت فيها للعصابة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.